السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية. البداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يدعو الحكومة الشرعية للإيفاء بوعودها في إنشاء محطة بقدرة 100 ميقا. إدارة مستشفى التريم تدشن المخيم الطبي الجراحي الخامس لتخصص النساء والولادة. الهلال الأحمر الإماراتي يدشن بئر ارتوازية بمديرية القبر في صحراء حضرموت. أهلا بكم. أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني أن قيادة السلطة بالمحافظة تبذل جهودا كبيرة على المستوى المحلي في ملف الكهرباء رغم الصعوبات والعوائق الكبيرة التي تعترض السلطة. وأشار محافظ حضرموت إلى أن قيادة السلطة عملت على توفير المحروقات لقطاع الكهرباء بشكل منتظم برغم المشاكل الفنية وصعوبة وصول المحروقات، موضحا أن قيادة السلطة أرسلت فريقا فني إلى محطة باجرش، وأكد أن المحطة قادرة على العمل لفترة أدناها 3 أسابيع على أن تجري لها أعمال الصيانة عقب ذلك. وفيما يخص المذكرة التي أرسلتها الشركة إلى المحافظ، قال اللواء البحسني أن فيروس كورونا أثر على الجانب الاقتصادي بالمحافظة وأدى إلى تأخر دفع أجور الصيانة للشركة، مبينا أن آخر دفعة تسلمتها المحافظة من مخصص حضرموت من مبيعات النفط مجرد 4 مليون دولار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. ودعا المحافظ الحكومة أن تفي بوعودها في إنشاء محطة بقدرة 100 ميقا التي وجه بها رئيس الجمهورية. اطلعت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل منشآت أندية المكلة والشعب والتضامن الرياضية ونسبة الإنجاز فيها الممولة من السلطة المحلية. وتضمن مشروع نادي المكلة بإنشاء مبنى يحتوي على 7 محلات تجارية وإعادة بناء صالة الفقيد طاهر باسعد وتوسعة ملعب كرة السلة، وكذا تأهيل مبنى نادي الشعب الرياضي وتأهيل ملعب كرة السلة والطائرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ملعب كرة الطائرة والسلة بنادي التضامن وإنشاء حمامات عامة ورصي مدخل منشأة النادي. وناقشت السلطة المحلية مع رؤساء الأندية الرياضية الصعوبات التي تواجه الأندية وللأفكار والمقترحات الاستثمارية لتحسين مستوى الوضع المالي بالأندية. التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر بالمكلة الناشطين السياسيين أحمد الجوهي وسالم المعاري، وناقش اللقاء الأوضاع الخدمية في ساحل حضرموت، داعين السلطة المحلية للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في توفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، داعين الشركات الخاصة لتوليد الكهرباء للمطالبة بمستحقاتهم بالطرق القانونية والابتعاد عن سياسة الابتزاز التي تلحق الضرر بالمواطن. وأكد اللقاء على حق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن غضبهم ومعاناتهم، مطالبين الأجهزة الأمنية بتجنب استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وحمل اللقاء أطراف الشرعية مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الرياضة بتكرار خروقاتهم للهدنة العسكرية في أبين وإجراءاتهم التعسفية ضد المواطنين في وادي حضرموت وشبوة. دشنت إدارة مستشفى تريم العام المخيم الطبي الجراحي الخامس بتخصص أمراض النساء والولادة بتمويل من مؤسسة بن كردوس للتنمية وتحت إشراف مكتب الصحة بالمديرية. ويستمر المخيم لمدة 3 أيام متتالية، وسيتم تنفيذ أكثر من 30 عملية جراحية نوعية في أمراض النساء والولادة مجانا. وأشاد مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد هويدي بالدور الذي تقوم به مؤسسة بن كردوس للتنمية في دعم القطاع الصحي بالمديرية من خلال تمويل المخيم الجراحي الخامس الذي سيساهم في تخفيف معاناة المرضى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة بن كردوس للتنمية الشيخ عبيد كردوس التميمي مواصلة المؤسسة في تنفيذ المشاريع المختلفة في دعم القطاع الصحي.
دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي افتتاح مشروع بئر ارتوازية في منطقة حوارم بمديرية القف بعمق 470 متر بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستفيد من هذا المشروع 4000 نسمة لتلبية احتياجات سكان المناطق الصحراوية في محافظة حضرموت التي تعاني من شحة المياه. وشمل المشروع أيضا تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة بعدد 204 لوح وبناء خزان سعة 200 متر مكعب وربطه بشبكة مياه الخط الرئيسي وتزويدها بغطاسة تعتبر من المياه الصحية النقية الصالحة للشرب وفقا للمعايير الدولية. هذا ولاقى افتتاح هذا المشروع الحيوي ترحيبا واسعا من قبل الأهالي وبالأخص كان المناطق الصحراوية توجهين بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مواقفهم النبيلة لأبناء وأهالي حضرموت. اليوم احنا التقينا هنا وشاهدنا التشغيل التجريبي للبير هذه، البير مع الخزان الحجري مع الطاقة الشمسية وملحقاتها. نشكر الشيخ محمد بن زايد على هذا المشروع، وهذا الحقيقة في منطقة نائية وبعيدة ومترامية الأطراف وينفع المواطنين اللي في المنطقة بشكل عام، اللي في المدينة هذه واللي حواليها. وبهذه المناسبة نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد، ونشكر الأخوان في الهلال الأحمر الإماراتي على هذا الجهد وهذا العمل الطيب. باسم السلطة المحلية نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد حفظه الله. دائما الهلال الأحمر نحصلها سباق للخير في كل منطقة، ودائما هذا المنطقة محتاجة سكان كثير، فيه ناس كثير، ومديرية القف فيها يمكن 5 أبار من الهلال الأحمر، جزاهم الله خير ما قصروا. وإلى العاصمة عدن، حيث استلم محافظ محافظة عدن الجديد الأستاذ أحمد لملس من المحافظ الأسبق أحمد سالم ربيع مبنى السلطة المحلية بالعاصمة عدن وفق الإجراءات المتبعة لدى وزارة الإدارة المحلية. وخلال مراسيم الاستلام والتسليم وجه المحافظ لملس كلمة شكر للمحافظة السابقة على فترة توليه لإدارة المحافظة، مثمنا له الجهود التي بذلها في فترة توليه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. بدوره دعا المحافظ الأسبق المواطنين إلى الالتفاف حول قيادة السلطة المحلية الجديدة لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتحسين أداء المكاتب الخدمية والتنفيذية بالمدينة. أدلى محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي بعدة تصريحات دعا فيها الجميع إلى الالتفاف لتحسين الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن. لدينا دعم تنموي من الأشقاء في صندوق في برنامج الإعمار السعودي، لدينا دعم حكومي سنتحدث لاحقا في مؤتمر صحفي بالتفاصيل. أنا أكد وأدعو الجميع أن يتعاونوا معنا لتعود المدينة لطبيعتها. أبناء عدن عانوا الكثير ويستحقون كل الأمن والاستقرار. أنا أنبه وأنوه أننا لن نسمح بالعبث في عدن، لن نسمح بالعبث. كفى متاجرة بمعاناة الناس، كفى متاجرة بالآلام، معا علينا أن نعيد عدن من جديد. أشاد القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريكة بدور وعمل المنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية بالمساهمة في رفع معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ممثلي المنظمات الدولية وصناديق العاملة في محافظة عدن والمناطق المحررة. وتطرق الاجتماع إلى شرح مقتضب عن الوضع العسكري والسياسي الحاصل في محافظات الجنوب بشكل خاص وما آلت إليه تلك الأوضاع من صراعات، ناهيك عن كارثة الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظات مؤخرا. وأكد اللواء بن بريك على ضرورة توطيد العلاقة بين المجلس الانتقالي ولجانه التخصصية مع المنظمات الدولية والمحلية في تقديم أعمال الإغاثة. من جانبهم عبر ممثلو المنظمات الدولية عن شكرهم للقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على حسن الاستقبال وتعاونه اللامحدود في تذليل الصعاب أمام عمل كل منظمة. نهاية النشرة إلى العناوين.
محافظ حضرموت يدعو الحكومة الشرعية للإيفاء بوعودها في إنشاء محطة بطيرة 100 ميقات. إدارة مستشفى كريم تدشن المخيم الطبي الجراحي الخامس لتخصص النساء والولادة. الهلال الأحمر الإماراتي يدشن بيئة ارتوازية بمديرية القبر في صحراء حضرموت. السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي. المكلا تيفي، في أمان الله.